على طريق قارة السويس القديم بمنطقة المستقبل بحي فيصل، تحقق حلم 620 مواطنا من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم في مختلف الأعمار بإنشاء مبنى لهذه الجمعية الخاصة بهم. هذا الحلم راود هذه الفئة منذ سنوات طويلة في وجود مبنى يضم العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وملاذا تناقش فيه مشكلاتهم وتتخذ فيه قراراتهم. أخيرا يعني ربنا أكرمنا والجيش وقف معانا وتمكننا من المكان من إقامة المنشآت عليه. حاليا احنا بنعاني من حاجات بالنسبه لتركيب العداد بتاع الكهرباء، كان مطلوب مننا 27446 اتخفضت يعني بقت حوالي 17000، فبرضه بالنسبه للمبلغ ده كبير علينا. بالنسبه برضه لدخول النت كان المؤيسه بتاعه النت، لان هم روحهم الاتصال والتواصل عن طريق الفيديو كول، فبنتمنى من السيد وزير الاتصالات كده يدعمنا وممكن ان احنا نقسط المبلغ، لكن ان احنا ندفع المبلغ. برضو بالنسبه للكهرباء نفس الحكايه، احنا عندنا كهرباء ممارسه، بس احنا عايزين احنا عندنا عددنا وما حدش يجي يقطع علينا الكهرباء. بالنسبه للمكان محتاج كتير، بالنسبه للامكانيات اللي هو الماكينات، ماكينات الخياطه والتريكو وشغل الاركيت وماكينه الحفر على الخشب والتحريق والحاجات دي، شغل هاند ميل ممكن عيالنا بيعملوا المنتج ده بس بيعملوه على المستوى البطيء. جدير بالذكر ان المبنى يضم قاعه لعرض الاشغال اليدويه للسيدات والرجال تظهر فيه موهبتهم وقدراتهم، والأمل أن تجد سوقا لهم وجلب ولو قدرا ضئيلا يعينهم على تلبية احتياجاتهم. احنا بنتجمع كل يوم أربع من الساعة 5 لغاية الساعة 8 بالنسبة للسيدات، وفي فتيات معايا. الفتيات طبعا بيجوا، اللي بيدربهم طبعا معايا الحاجة كوثر والحاجة أنوار، ومعايا بنوتة برضو أنسة هاجر متخرجت بقالها سنتين، هي أصلا قسم دبلوم حاسبات، بس عاملة موقع على الفيسبوك هاند ميد لاسم لصالح الجمعية، بتعمل مشغولات برضو أشغال يدوية زي الكروشيهات وتصنيع الورود، وبتعمل مثلا اللي هي الشنط ما شاء الله عليها. وفي معايا برضو الحاجة كوثر عاملة شغل الخرز ده، يا دوب بس حصة واحدة وقدرت تعمل أفكار منها، عاملة فوانيس وبونبونيرة. حصة واحدة دي يعني ما خدتش بالظبط، قعدنا هي يعني قول حضرتك اديتها الفكرة وهي ما شاء الله عليها أبدعت. وعملت علبة مناديل وبتعمل لبس الكروشيه وشنط كل حاجه بتعملها ما شاء الله عليك، وبتعرف تخيط كمان وهتدرب ومتعلم. هي اللي عامله الفوانيس وعامله الخرز لحضرتك، هي مفننه فن بتاعها ده، كل ده شغلها. خلاص الحاجه كوثر معانا، الحاجه كوثر بتقول لك انا بقعد بتقعد تفكر وتعمل وتقص الوردات وبتعيد تصنيعها تاني، وبتعمل الاشكال اللي هي بتيجي على دماغ يعني بتفكر فيها بمزاجها، فربنا سبحانه وتعالى بيديها موهبه من عنده. فهي بتقول لك ان عامله، حتى هي برضو بترسم رسومات الكراسه. بصي حضرتك هي بتستغل الرسومات دي ومن خلالها بتقدر تعمل منها رسومات، حتى بتقول لحضرتك انها اعاده تصنيع القماش الجينز. فن الاركيت أبرز الفنون التي برع فيها شباب هذه الجمعية، وظهرت تصوراتهم واضحة في هذا المجال. الشباب صغيرين بيقول لهم تعالوا يعلمهم عشان يعلمهم شغل الأركيت اليدوي هنا، ربنا بيعلم السم عشان ايه يعلمهم. قاعدين في البيت لا ما بيقعدوش في البيت، يجوا بيعلمهم هنا في الجمعيه داخل الجمعيه، وعامل الانشطه دي وعامل الشغل ده. هو بيبقى مبسوط جدا لما يعلم الولد الاصم اللي هو اصغر منه في السن، ربنا وبيحضر لهم وبيعلمهم شغل الأركيت هنا فعلا يعني. وعلى الرغم من أن مطالب هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتركز في الإحساس بهم وتعميق التفاعل معهم، إلا أنهم تواجههم بعض المشكلات لاكتمال الفرحة بهذا المكان المحبب لهم. احنا ربنا نعم علينا الحمد لله والشكر لله ان اداني واحد من الناس ديت، وهم ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم ويصلح حالهم. فهم يعني هم ما عندهمش اي نقص زي ما الناس بتقول، زي الجيش ما بيقول لنا ان هم ذوي قدرات خاصه. فريق الكوره عايزين دعم ليه، واخد بالك؟ الصم ما فيش اي دعم ليهم، واخد بالك؟ بالنسبه للملابس الترنجات والتيشيرت والفلنات والجزم اللي يلعبوا بيها كوره والشرابات والشكرات، هنا في الجمعيه هنا برضه عايزين دعم، واخد بالك؟ برضه مشتركين فريق كوره هنا،
واخد بال حضرتك؟ ده كلام يوسف، واخد بالك انه برضه ضمن فريق كرة القدم اللي هو الأشبال في الجمعية هنا. توفير جهاز لقياس السمع إحدى ضرورات هذه الفئة. التوسع في إنشاء طابقًا علويًا لاستيعاب أعدادهم. توفير ماكينات خياطة للسيدات، إضافة إلى خدمة الإنترنت التي تعتبر محورًا هامًا للتواصل بين هؤلاء المواطنين على مستوى الجمهورية. هذه الأمال تظل معلقة في انتظار من يساهم في تحقيقها من ذوي القلوب الرحيمة، للتأكيد على أن معاونة ذوي القدرات الخاصة فرضًا وليس منا. من السويس كانت معكم ناهد علي، تلفزيون القناة.